وهنا تحضرني كلمة خطيرة. يعني الشيخ الشعراوي، الإمام الشعراوي رحمه الله، رحمه الله، لما وقف للمرة الأخيرة أمام الرئيس السابق محمد حسني مبارك، وكان الكلام ده قال: أنا أقف على يعني عتبات آخر عمري. وأنا وكان أنا ذاك ساعتها لسه يعني كان الرئيس رئيسا، وكان ينظر إليه النظرة دي غير في أواخر عمره، وغير طبعا بعد ما تم بقى خلعوه سياسيا زي ما البعض بيحب يسميها، لأن أنت عارف برضو بيصنفوا بعض، هتقول سابق مخلوع هتقول ولا مخلوع، هو تصنيف برضو مع أنه هو سابق. يقول لك ما بتقولش مخلوع ليه؟ هو سابق قانونا مخلوع سياسيا، ده وقد نزع الله تعالى الملك منه. وهنيجي للآية الكريمة، الله نزع منه، ده هو المنزوع الملك منه كمان. لكن أنا يعني الواحد اتعود أسلوب كلام معين، لكن كان ساعتها لسه محدش يتخيل ذلك. وكان الشيخ شعراوي رحمه الله بيتكلم، فقال كلمة لو تحضرني، قال له وقال للجمع كله، قال له: لا تآمر على الله لملك، ولا كيد على الله لحكم، لكي يعلم الجميع أنه لن يحكم أحد في ملك الله إلا بمراد الله. وهنا ضج الناس، مفيش حد هيحكم في ملك الله إلا بمراده، حتى لو زور. اتكلم بصراحة بقى، حتى لو زور بالمعنيين، زور إرادة بأنه لوى دراع إنسان، ودي مش داخلة في التزوير بمعنى يمكن القانوني والقانونيين أدرى، أو زور بالمعنى غير النزيه، وربنا يحفظنا يا رب من هذا الشكل طبعا إن شاء الله، ويعين الكل على التخلص من هذا إن شاء الله، أيا ما كان معنى التزوير ده، برضو ما تأمرش على الله. وبالبلدي كده ما يقدرش ان هو ايه يعني، حتى الواحد مش قادر يقول الكلمه، لكن يضحك يعني على، ما فيش حاجه اسمها كده. وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون. لا تآمر على الله في ملكه، لا تآمر على الله لملك. هنا نستحضر الايه الكريمه في سوره آل عمران. وانا مبسوط انه الكلام جه بينا هنا، لانه من المعنى، من المعاني اللي انا ممتلئ بيها في اللحظه دي، هو معنى ان احنا نكفر بالاسباب. ربنا مسبب الأسباب، وربنا جعل أسباب معينة هي اللي احنا بنختار بيها رئيس، وبنقترع انت عايز فلان، ده عايز علان، دي أسباب. لكن الأسباب مش هي اللي بتجيب النتائج، دي عقيدتنا أهل السنة والجماعة الكل، بل وإنها عقيدة الشيعة كمان، دي عقيدة المسلمين. الأسباب لا تأتي بنتائج وحدها، إنما يسبب الله الأسباب. الاقتراع وكل ما نحن فيه الآن، بل ومن حاول يزور ومن حاول يلوي ومن يعمل، دي كلها أسباب، لكن مش هتعرف تيجي غير لو ربنا هيبتليك بالمنصب ده. مهما تعمل، لا تآمر على الله لملك، ولا كيد على الله لحكم. اللي يذكرنا بده ان احنا نسمو فوق الاسباب، ونتذكر حقيقة الفاعل، مين الفاعل الحقيقي؟ الله سبحانه وتعالى. من مسبب الاسباب؟ الله سبحانه وتعالى. قل اللهم مالك الملك، مالك الملك. حتى لو اعتبرنا انه حد خد ملك، أن آتاه الله الملك. ما هو موجود عن سيدنا إبراهيم عليه السلام وبيحج يحاج نمرود، لكن مالك الملك هنعتبر أن أنت خدت ملك مجازا. مين مالك الملك؟ ومين مالك الملوك؟ ومين ملك الملوك؟ الله. على فكرة أن احنا ننسى حقيقة زي دي النهاردة ما تبقاش حاجة حلوة. معناها أن احنا انشغلنا بالأسباب، ما فيش بركة ولا توفيق. فيلا نتذكر، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء. انت اللي بتدي يا رب، وبيقول لك قولها، قال لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وبيقول لك يا مؤمن قل انت كمان، عيش المعنى النبوي الكريم ده. قل اللهم يعني يا رب، يا الله، اللهم ده اسلوب نداء. مالك الملك، انت تؤتي الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء. وقف المفسرون عند كلمه تنزع دي. ليه تنزع؟ قال لك ما فيش حد بيقعد على كرسي إلا وبيمس تمسك ويتشبث فيه، ما بيقومش تاني، فلازم يقوم بالنزع مهما مشي. انتزع، انتزاعا، ما فيش. وتنزعوا، مش بس تشيئة المال في أمريكا بيتنزعوا بالراحة وبيمشوا وبيمارسوا حياتهم وما بيحسوش بالألم ده ليه؟ احتراما للنظام العام اللي استقر خلاص ظاهرا، لا شك ان هم يعني ظاهرا بيمشوا تمام. لكن باطنا برضو معنى الانتزاع طبعا في القلب، قد يكون الكرسي متحكم جوه القلب. وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء. كل ده في ايد ربنا، بيدك الخير، مش في ايد اي حد تاني.
أنا شايف أنه من أرقى المعاني التي ينبغي أن احنا نعيشها النهاردة في يوم تاريخي في العالم الحقيقة وفي تاريخ مصر وفي العالم العربي كمان، هو المعنى ده، أن نستحضر أن ربنا سبحانه وتعالى المسبب، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. وإني يا سيادة الرئيس أقف على عتبة دنياي لأستقبل أجل الله، فلن أختم حياتي بنفاق، ولن أبرز عنتريتي باجتراء، ولكني أقول كلمة موجزة للأمة كلها، حكومة وحزبا ومعارضة ورجالا وشعبا، آسف أن يقول سلبي، أريد منهم أن يعلموا أن الملك له بيد الله يؤتيه من يشاء، فلا تآمر لأخذه ولا كيد للوصول إليه، فإن الحق سبحانه وتعالى حينما حكى حوار إبراهيم للنمروز ماذا قال له؟ أو كالذي حاج إبراهيم في إيه؟ في ربه وهو كافر، قال أن آتاه الله الملك، فالملك حين ينزله الله قال يؤتي الملك من يشاء، فلا تآمر على الله لملك ولا كيد على الله لحكم، لأنه لن يحكم أحد في ملك الله إلا بمراد الله.